صباح الخير يا باشمهندس. اهلا يا هشام، كويس انك اتكلمت. انا عاوزك تتكلم مع اسري كده وتخليها تشد حيلها تحت. انا اعصابها تعبانه والبنت نفسيتها زي الزفت. وعاوزك كمان بقى تشد حيلك وتيجي، اكيد مجيتك هتفرق معاها كتير قوي. بقول لك ايه، انا هودي لها التليفون دلوقتي واقول لها كلمتين حلوين. انت مصطفى معلش لحظه، بس لحظه، انت عايزك في موضوع. بس خير؟ في ايه؟ انا اسف على اللي هقوله ده، واتمنى انك تفهمني. انا مش قادر اكمل مع يسر، انا اسف. محدش قال لي في وشي ان هشام سب، انا فهمتها لوحدي. ساعات الغياب بيكون اقوى واوضح من اي كلام ممكن يتقال. وابتديت رحلة جديدة، رحلة عنوانها الهروب. الهروب من ماضي جميل ما بقاش في ايدي اعيشه تاني. نقلنا حياتنا كلها في لندن. فضلت اعيش في مجتمع ما شافش ولا عايش مع يسر الجميلة المنطلقة القوية. فضلت ده عشان ما اشوفش نظرات تعاطف، بالنسبة لي هي اخر حاجة احب اشوفها. أول سنة عدت عليا وأنا بدور على حياة جديدة، وسبب منطقي خليني عايزة أعيش وأكمل حياتي. الصلاة والدعاء فرقوا معايا كتير، ومع الوقت ابتديت أفكر ربنا له حكمة، وإن اللي حصل لي أكيد رغم ألمه لكن ربنا ما بيعملش غير الخير. ابتديت أدور جوايا وأحاول أعرف نفسي أكتر. أنا طول عمري زي الناس، بحب السينما والأفلام والمسلسلات، لكن مع حالتي الجديدة ابتديت أتفرج أكتر بكتير، وابتديت أفكر إزاي كل لحظة على الشاشة بتحصل وبتتنفذ بالطريقة دي. وقررت أدرس الإخراج السينمائي. فرق معايا لما صحيت جوايا شغف قديم بعدتني عنه حياتي زمان. وبعد 3 سنين بابا مات فجأة، ورجعنا مصر عشان الدفن والعزم. قررت ما ارجعش لندن. واجهت نفسي، وانا بهرب من ايه ومن مين؟ هعيش حياتي زي ما هي، هقبلها واتصالح معاها.